تحياتنا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا بهالنهار الفرصة، وإن شاء الله تكونوا عم بتمضوا أوقات ممتعة ومريحة مع العائلة والأصدقاء. مجموعة من أحلى البرامج بانتظاركم خلال الشهر الفضيل على شاشة الـ MTV. امبارح انطلقنا بشبكة برامجنا الجديدة والخاصة لشهر رمضان المبارك، رح نعطيكم لمحة سريعة عنها. أدهم بيك من أبرز الإنتاجات الدرامية اللي عم بتابوها على شاشتنا، تعرفتوا على مختلف الشخصيات امبارح بالحلقة الأولى. أدهم بيك هو أكيد كان مؤيد للثورة ضد الانتداب الفرنسي بلبنان، وهالأكيد هالعمل برجعنا لفترة الانتداب الفرنسي. هو كان مؤيد لدخول الإنجليز على لبنان وضد الفرنسيين، ولكن فجأة بتتبدل قناعاته وبيصبح من أقرب الأشخاص للفرنسيين، والسبب هو خيو، أو بالتحديد الانتقام من خيو، لأنه خيو طلب إيد الصبية أو الإمرأة اللي هو بحبها، وهون بيصبح هدفه الوحيد بحياته هو أنه ينتقم من خيو والمرأة اللي بحبها. تفاصيل أكثر أو نتعرف أكثر على الشخصيات بحلقة الليلة من أدهم بيك على الـ MTV. منتابع سوا مشاهدينا مع مسلسل لآخر نفس اللي عم تشوفوه مباشرة بعد الأخبار. امبارح كمان بالحلقة الأولى تعرفنا على مختلف الشخصيات. صدفة بتجمع هزار اللي هي أكيد كارين رزق الله، كمان كاتبة هالعمل، وغسان اللي هو عم بيلعب دوره بديع أبو شقرة، وكمان في الممثل رودني الحداد عم بيلعب دور زوجة لهزار واسمه نديم بهالعمل. تعرفنا عليهم امبارح. صدفة بتجمع هزار وغسان، ولكن مش صدفة واحدة، عدة صدف جمعتهم، وكل مرة وكأنه النظرات كانت عم تتبادل وخلق نوع من الشغف بين الاثنين. تركونا امبارح هيك معلقين امبارح بالحلقة الأولى، بلشت تقضي كتير وقت عم بتفكر فيه، وبنهاية الحلقة شفنا انه هي اجت على مكان عمله، والظاهر انه المكان اللي بيشتغلوا فيه هو اللي راح يجمعهم بالحلقات المقبلة. تفاصيل أكثر كمان الليلة بحلقة جديدة من لآخر نفس. لمحبي الضحك والمرح كميل الأسمر رح يكون على الموعد أكيد مع حلقات جديدة من عيش وكل غيرها، هالمرة أكيد بيطل جديدة بحسب ما شفنا تراكتور مارق فيه على مختلف الطرقات اللبنانية، وحامل معه مجموعة من المقالب الطريفة والمواقف المضحكة اللي رح يوقعوا فخ كتار من اللبنانيين، فانتبهوا. أما من المسلسلات المنتظرة على شاشتنا واللي بتجمع اثنين من أهم نجوم الشاشة العربية، نادين نسيب نجيم وتيم حسن، كلنا عم نتابع الهيبة على شاشة الـ MTV. القصة أكيد بتعرفنا على عائلة عليا اللي هي سيدة عايشة بالاغتراب بكندا تحديدا مع ابنها، ومن بعد وفاة زوجها بتقرر ترجع على لبنان حسب ما وصى زوجها حتى تدفنه هون وسط عائلته وأحبابه. وهون ما كانت بتعرف عائلته، ولكن تدريجيا رح تتعرف على عائلته وأهمية عائلته ودور عائلته وكل الخبايا وراء هالقصة. ترك علينا أكيد مع محمد قيس، بتابعوه كمان أجواء إنسانية حلوة ودايما على طريقة محمد قيس. وكل ما يلي علي عيلي بعد شوي رح يكون ضيفنا ميشيل أبو سليمان حتى يخبرنا عن هالبرنامج الجديد بحلة جديدة وبتقنيات حديثة جدا. هيدي كانت لمحة مشاهدينا عن شبكة برامج الـ MTV الخاصة بشهر رمضان المبارك. رح ناخذ وقفة قصيرة ومنكمل.